بيشم على ظهر ايده وانا بعرف شو مكتوب. الاهلي تاهل للمره الثانيه على التوالي لكاس العالم للانديه. بالنسبه للاهلاويين التاهل هذه المره له طعم خاص، ليش؟ لانه جاء في الوقت القاتل وعلى حساب صفاقس التونسي، اما الطريقه فكانت بتوقيع نجم الاهلي ومصر محمد ابو تريكه. قصه هذا اللاعب الكبير مع عمار علي. في عرض الدفاع التونسي لمسه من عماد مدعب مرتده تصويت جول 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 جول. الهدف الاول للنادي الاهلي محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه اسم اقترن مع الابداع الكروي ليكون مومياء مصريه تبث الحياه عبر مستطيلها الاخضر. فنان وانسان تخطى بسحره كل الالوان، سفير للغه المحبه بين البشر قبل ان يكون لاعبا. سخر شهرته لمحاربه الفقر والجوع لدى الاطفال حين صور اعلانا مجانيا حول ذلك، كما اشترك مع نجوم العالم امثال زين الدين زيدان ورونالدو وغيرهم للعب في مباريات يذهب ريعها للاطفال. اما بطاقة ابو تريكة الشخصية فهو من مواليد الجيزة عام 87 و900 والف. ولمن تعشق اللاعب هذا من النساء نطمئنها بانه متزوج وله طفلان. اما لونه المفضل فهو الاهلي او الاحمر بكل تأكيد. وبالحديث عن الانجازات فهي كثيرة قياسا بعمره الكروي، حتى وصف بصانع السعادة المصرية عام 2006. البداية مع نادي الترسانة الذي كان بالنسبة لأبو تريكة كحجر اساس متين يصعد منه الى بناء اشد. نقصد الاهلي المصري الذي انتقل اليه عام 2004. وسريعا ومن دون مقدمات احرز صاحب الابتسامة العريضة 11 هدفا في 13 مباراة، وانطلق من دون توقف حتى يومنا هذا. اما على صعيد المنتخب الوطني المصري فهو رجل لا يختلف عليه اثنان حين قاد مصر للظفر ببطولة افريقيا للمنتخبات. لعل رصاصة الرحمة التي اطلقها ابو تريكة على منافسه الصفاقس التونسي لم تغب من الاذهان حتى اللحظة، بل ترك هذا الهدف الباب وراءه مفتوحا لألقاب واسماء تناط على صدره. عمار علي، MBC.